دكتور وينك؟ اطلع دكتور. شو بدك؟ قال لي وين خديجة؟ خديجة؟ اطمن هي بمكان آمن. فتشوا عنها. يلا. ما لقينا حدا شو ابدا. احكي بالذوق احسن لك. انا بعرف انه انت مخبيه لخديجة. احكي. وانا انا ما حقلك. روح دور. انت شو مفكر حالك؟ ابعد. احكي. وقف خلص. خليني اقتلها. وين خديجة؟ انا خبيتها لخديجة. وين احكي لها؟ طولوا بالك. حرام عليك. ليش عم تعملوا هيك؟ انتوا مالكن اوصياء علي لتجوزوها. هلا انت بدك تعلمنا يا ولد؟ انا مالي ولد. فهمت؟ خديجة ما بدها تتجوز وانت ما دخلك فيها. وهي هلا بحمايتي. احكي. وينها؟ ما حقلك يا اما. شو بدك تسوي يا اما؟ شو بدك تعمل فيه؟ ليش ما عم ترد؟ بدك تقتله ما هيك؟ قيم الفرد من ايدك. وليش عم تدافع عنه؟ يعني ما بتعرف الدكتور انه صار صهرنا؟ قيم هيك. يلا انقلع من هالضيعة احسن ما نقبرك بارضك. شو ما سمعت؟ يلا انقلع. روحوا له. يلا تعوا بدنا نمشي. صار لك شي؟ اطمن. شلون عرفتوا انه هنن هون؟ انا اللي خبرته. شكرا. لولاكن ابصر شو كانوا عملوا فيي. شبك انت صرت واحد منا. ولا يهمك. طول مو نحن هون ما رح نخلي حدا يأذيك. حميد اغا. حميد اغا. مين؟ يلا مين هذا كمان؟ ابصر هلا بنشوف. واحد من زلم عمر. خلينا نشوف شو بده. معلش خليك انت هون، انا بروح لحالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير معلمي يا عمر اغا؟ بسلم عليك. التنظيم بعت لك خبر عن طريقه. شو قال؟ رح يقتلوا بنتك زينب اذا ما بتسلمه خديجة دغري. ماشي. خير يا حميد. شوفي بعدين بحكي لك. ها ان شاء الله يا بنتي لا تروحي، لا تردي تتركينا. ما قلت لك انه ما بقدر؟ يلا روحي، انتبهي على اخواتي. رشا مشان الله ارجعي. رشا وين المصاري رشا؟ عم بسألك وين المصاري ما تجاوبيني. منيح لقيتك. صاير شي؟ لا عود. على مهلك على مهلك، لا تحكي شي. المهم صحتك، طول بالك. قال إذا ما بنسلم خديجة لبيت حماها التنظيم رح يقتل زينب يا ابني. ومين اللي قال لك هيك؟ واحد من رجال عمر أغا. الإرهابيين هيك قالوا. يعني هالشغلة ما لها حل. حاولنا كتير بس. طيب خلاص رح سلمهم حالي. قلي لي وين المصاري؟ بصراحة نسيتهم عند أهلي. يلا رايح أجيبهم. رشا انت شو قلتي؟ احكي لا تخافي. ليلى الحكي اللي قلتي لي اياه قبل شوي. ليش ما عم تردي؟ احكي وليه؟ منيح اللي لحقتك. امسكي هذا نسيتي بالبيت. في
الحمد لله. فهميني ليش هيك عملتي؟ وما بدك تردي كمان؟ قلبي شو قلهم طار معنا، يعني شي طبيعي انه ما يساعدوني. مزبوط، معك حق. انا عم سلم حالي مشانك، ما بدي اياك تزعل على زينب. معقول عم تضحي بحالك كرمالي؟ دي خديجة جيبوها لشوف. يلا امشي معي. يلا امشي. وليه؟ ما راح انساكي. يلا خديجة. امام دي. تفضل. الحمد لله على سلامتك، نورتي. اهلا وسهلا. سلام، شلونك سناء؟ الحمد لله. تفضل جينا نشوفك. الحمد لله على سلامتك. قلنا بتكوني جوعانة مشان جبنا عليك الأكل. أهلا وسهلا فيك. وحبينا نجي نشوفك. مزبوط. والله ما كان في داعي. حط السفرة وبتاكلي لقمة معنا ولو عذابك راحة. شو هالحكي هاد يا سلام؟ خير فضيلة؟ صاير شي بغيابي؟ لا ما في شي خالتي سناء. الحمد لله اللي رجعتي لنا بالسلامة. ايه الله لا يذوقها لحدا. والله زعلنا عليك كثير. اي والله منيح اللي طالعوك من السجن ورجعتي لنا. الف حمد وشكر لك يا ربي. ايه والله الحمد لله. جرحتها وانا بالسجن بس ما عم توجعني كثير. كنت ناوية اروح لعند الدكتور ورجياها. هلا مناخدك لعنده بس كلي بالاول. تفضلي. يلا يسلم. يلا بلشي. يلا يسلم ايديك. انت نحفانة كثير ولازم تقولي حالك سوا. شو وين خديجة؟ أخدوها أهل جوزة. وهلأ شو بدنا نعمل يا أبني؟ هيك أحسن من شان زينب. وقعونا بفخ بشع وخديجة ما قال أي ذنب. ونحن شو بدنا ببنتها لسناء؟ تروح الله لا يردها. أنت عم تحكي عنها هيك لأنك بتكرهها لأمها، بس خديجة راحت برضاها مشان زينب ما يصير لشي. إيه والله طلعت هالبنت أصيلة. إيه بس هي ما في عندها حل تاني. شو بدها تعمل لحالها هون بالضيعة؟ مزبوط كلامك يا عم رشاد، بس نحن تركناها لهالبنت وحيدة. أنا بدي روح رجع. طارق ابني وين رايح؟ دكتور مو مضطر تجيب الوجع على راسك. دكتور طارق أمي تعبانة كتير، ممكن تجي تشوفها إذا بتريد؟ يلا جاي. استغفر الله. لك شو هذا يا؟ هو ناقصنا غير نساعد بنت لسناء.